باتشا الدومي هالمرة كانت اختياراتي من شيئاً جديدة وغريبة. هذا أول قميص اخترته I'm in love with. تشوفوا النظارة كيف تجنن، أحلى شيء. المهم نحب لكم اختياراتي الثانية من شيئاً، وبعدين اخترت هذا الدرس من أكثر الطلبات اللي طلبتهم من شيئاً وحابتهم حالياً. ما صرت لكم إياهم جلسة لكن يجنن يو جايز، شوفوا كيف. وبعدين اخترت هذا ثالث شيء هو هذا الدرس، هذا عادي جنن، ألوانه جنن، وايت سمبل، تقدرون تلبسونه حق بيت، حق عزيمة، حق أي شيء إن شاء الله ما يخلص كورونا. ثالث وهذا كان آخر شيء اخترته، هاي تنورة مع قميص أبيض وهاي كابوس. وهذا كان طبعا يا جماعة هذا هو كود الخصم، تقدرون تستخدمونه حق 15% خصم، فهي لحقوا بما أن الحين كل قاعد يطلب من أونلاين شوبينج، لأن تدرون حضروا شيفة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.